أين تقف القضية الفلسطينية الآن؟ يعني هناك حالة من حالات الشائعات وشائعات لا تنتهي، وهناك من ينتج الشائعات وينفق، وخطوط إنتاج الشائعات لا تتوقف، آخرها أنه محمد دحلان سيكون رئيسا للوزراء الفلسطيني ويشكل حكومة. الزج باسم دحلان دائم خلال الفترة الماضية، محاولة وضع اسم دحلان في المعادلة كان لكل المتناقضين ولكل المتناقضات بيحاولوا يضعوا اسم الرجل فيه جملة مفيدة، لكنه حسم الأمر من خلال بيان خرج به دحلان وقال من طبائعي المعروفة تجاهل الشائعات ومحاولات تزييف الوقائع وحرف الحقائق، ولكن من وقت لآخر أجد نفسي ملزما بضرورة تنبيه شعبنا الفلسطيني الصابر عن بعض الدسائس المطبوخة في أقبية التنسيق الأمني. وقال أضاف النائب دحلان: لست بحاجة إلى تأكيد مواقفي المعلنة، لكني فقط أذكر بها، وآخرها ترحيبي بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي لم ولن ترى نور التطبيق في هذا العهد المخزي والمشين. وأضاف دحلان: لقد تعمقت الأزمة وتخطت حدود الأفراد والتنظيمات، وتخطت حدود كل الصفقات الافتراضية الثنائية منها والثلاثية أو الرباعية، وليس هناك من سبيل لدحر التجويع والتسليم إلا من خلال برنامج وقيادة إنقاذ وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو استثناء. يعني النهاية بيدعو إلى قيادة جديدة يلتف حولها ومعها الفلسطينيين في كل مكان، وبيضيف ان هو لا يبحث عن منصب بل سيكون جندي يأتمر بأمر من يتولى مخلصا القضية الفلسطينية. وبيضيف في نهاية هذا البيان الطويل: فلم يحدث ان مارس الاحتلال الإسرائيلي وطبق ما يمارسه ويطبقه محمود عباس بحق غزة من إهمال وتجويع وحصار. نسأل السلامة ونسأل السداد والتوفيق للشعب الفلسطيني وقياداته الحقيقية.